هناك معلومة قرأتها في بعض كتبك فضيلة الدكتور كانت عجيبة بالنسبة لي، وهي إن التدبر علاج معنوي وحسي. نعم. مجرد التدبر، أتدبر في القرآن أشفى من أمراضي الحسية والمعنوية، حتى الحسية. سبحان الله. وأنا أنتظر الأخ فيصل حتى نأتي إليكم. نعم. أرسلت لي إحدى الأخوات بالأمس عن هم تعيشه كبير جدا. نعم. قلتها موضوعك يحتاج تأمل، فجلست اليوم وأنا أنتظر سأكتب لها رسالة، يعني هي آخر رسالة كتبتها. سبحان الله. فقلت لها علاجك بالقرآن ليس بالرقية الشرعية، ليس هذا المقصود، إنما بتدبر سورة طه، هذه عفوا سورة الطلاق، هذه السورة التي أول ما تقول للإنسان. نعم. يفاجأ الطلاق. سبحان الله. فإذا هي مليئة بالعلاج العجيب جدا. نعم. وبدأت أذكر لها باختصار، هذا بس كمقدمة عن الموضوع. قريب من سكنكم هنا أحد زملائي قديما الرقاة المعروفين، لا أحب أذكر اسمه في قناة، راقي مشهور وأيضا على السنة رقيته، ليست كما من بعض يعبث في الرقية، هناك ناس صادقون مخلصون ولا يأخذون أجرا ولا غير، وهناك آخرون. نعم. هداهم الله يستغلون الوضع، لا أقول تحدث عن قضية الإجراء فقط، لا، لكن هذا ممن نرسل الناس له لما نثق فيه جزاه الله خير، ومعه كثير. يقول لما سمعت كلامك الذي أنت قلته بالذات في سورة الطلاق، هذا كلام قديم قلته. سبحان الله. يقول بدأت بعد أن أنتهي من الرقية أوصيهم بتدبر سورة الطلاق، ثم يعطيهم الكلام اللي سأذكره الآن. يقول والله لا أحصي من يأتيني، يقول اختلف الوضع. سبحان كنت ترقينا من سنوات ونستفيد، لكن لما بدأنا نتدبر سورة الطلاق وجدنا الأمر تماما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، لا تستعجل، سبحان الله، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا. وخذ من الآيات في سورة هذا، فكيف في السور الأخرى؟ فيقول تأثر الناس، وفعلا يعني أصفها كثيرا، هذا العلاج المعنوي لا شك. ثم تلاحظ الآن أنه سبحانه وتعالى قال في سورة النحل، نعم، في العسل فيه شفاء للناس، لكن قال عن القرآن في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب، الرقية الشرعية لاحظ تنفع الكافر والمؤمن كما رقى الصحابة. نعم. الذي نعم. طيب، العسل جرم، كما أخذ هذا الماء وأشربه ويشربه الكافر يذهب الظمأ. نعم. واضح؟ واضح. بينما المؤمن هو الذي يستفيد من القرآن كما بيّن سبحانه وتعالى حتى في سورة فصلت، بيّن أن أيضا شفاء للمؤمنين. نعم. نعم. لماذا؟ لأن المؤمن عندما يقرأه بيقين ويأخذ بهذا كالوصفة التي كما قلت في سورة الطلاق يشفى بإذن الله. وأتيت يا خير الشهور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.